هنأ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، ودعا جبر الله أن يكون عاما لارتقاء وتقدم مصر وشعبها إلى الأمام تحت قيادة السيد الرئيس، معربا عن الفخر بالجهود المخلصة في بناء الجمهورية الجديدة ودفع عجلة التنمية ليتحقق لشعب مصر العظيم مستقبلا أفضل ومزيد من التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار.